أكتر وزارة عليها عبء في الفترة دي، وأكتر وزارة كمان منتظرين منها أداء متميز في الفترة الحالية. دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أعلنت عن استقبال 87,391 طلب تسجيل للتبرع بالدم من المواطنين بعد 24 ساعة فقط من تفعيل حملة تشجيع المواطنين على التبرع بالتعاون مع موقع فيسبوك، في خطوة بتعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. كان في إقبال كبير جدا على فكرة التبرع على مستوى الاتصالات اللي استقبلتها مراكز التبرع بالدم على مستوى محافظات الجمهورية. مراكز التبرع بالدم، وأنا بقول التبرع بالدم عموما مش التبرع بالبلازما للمتعافين، استقبلت حوالي 1827 مكالمة للاستفسار عن التبرع بالدم من بداية تفعيل الحملة اللي هتشجع كمان المتعافين من فيروس كورونا على التبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا. وده بيعتبر نجاح للتجربة اللي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات. التجربة ساهمت في تحقيق نسب تعافي جيدة للمرضى، وأيضا تفعيل الخط الساخن 15-366 لاستفسارات المواطنين عن التبرع ببلازما الدم. كمان الخط الساخن هيتم تفعيله في باقي محافظات الجمهورية خلال الأيام اللي جاية.